نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شباب. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عرفنا في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شباب. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي يرد بحاله وفرق بين حلال وحرام.